استاذ خالد، هو تصنيع العربيات دلوقتي في مصر واقف او بتوصفه ازاي؟ يعني الحاله الحاليه هو نفس الحاله بتاعت العربيه اللي جايه من بره مستورده كام؟ طبعا هو الحاله اقل نسبيا، ولكن طبعا بس المشكله برضك زي ما بيمنم قال دلوقتي، هو المشكله ان الاستيراد مكونات الانتاج مش بنفس حجم استيراد العربيات الكامله الصنع، لان النهارده البنوك بتقدر تدبر نسبيا حاجات بسيطه، مش ارقام لقطع الغيار لمكونات انتاج، لمكونات الانتاج، مكونات انتاج. لكن بالنسبه للسيارات كامله الصنع طبعا دي ما فيش خالص استيراد كامل للعربيه، ما فيش فتح اعتمادات بشكل كبير، لانها مش سرعه استراتيجيه. ولكن انا بس شايف ان قرار الوزير هو ما هو الا عمليه تنظيميه فقط، والا يعني احنا ناس متخصصه بنقول ان القرار ده هو قرار عمليه تنظيميه، لان النهارده هو مش هيفيد السوق، السوق مش هيأثر في السوق، مش هيأثر خالص نهائيا، ولكن هيأثر من ناحيه تنفيذيه في الجمرك وفي بتاع، لان كان بيحصل تخبط كبير جدا في السيارات اللي بتيجي العربيه الموديل اللي داخل اسمح له يدخل ولا اسمح له يدخل، ويحصل تخبط ويحصل بقى مشاكل مع الجمارك ومشاكل مع المستوردين ومشاكل مع الشركات المستورده، فيجي يقول لك لا ده انت العربيات دي منتجه ازاي، ده الشركه دي بتنتج شهر 12، لا دي بتنتج شهر 1، ده شهر 2، فكان بيحصل تخبط. فقال لك وعمليه تنظيميه ان اول ابريل ده هيدخل العربيات المستورده، يسمح دخول العربيات، مع ان ده ضد الصناعه، ان انا شايفه من وجهه نظري. ليه بقى؟ هقول لحضرتك ليه. لسه هسألك السؤال. ليه؟ هقول لحضرتك ليه؟ لان النهارده احنا الشركات العالميه او الشركات الكبيره لما حضرتك بتيجي تتعاقد معاها وتطلب منهم نسبه مثلا عدد معين من الشاسيهات او عدد معين من العربيات، هو بيعمل لك بيبعت لك المحركات ودمغ لك عليها رقم الشاسيه ورقم الكود اللي انت تدخله، فانت عبال ما بتدخل بتطلع بتاخد الشهادات من هيئه التنميه الصناعيه وتاخد عليها موديل السنه، نفترض ان احنا بنتكلم على 2023، فانت النهارده ممكن تنتج في اكتوبر الجاي، بس انت خدت شهادات ومحركات اللي جايه لك في الطريق ما واخده كود انها انتاج 23، فبعد ما تخش تخش وتنتج، تخش وتنتج في مثلا في شهر اكتوبر الجاي او شهر مثلا سبتمبر او شهر يوليو، ممكن يبقى في اصلا الموديلات الجديده بتاعه السنه اللي بعدها نزلت بره نزلت وهنا نزلت عربيات مستورده، لكن العربيات المصنعه محليا لسه. هو ده السبب بقى انه في عندنا يعني برضو عندنا مثلا تلاقي عربيه ياباني الشيب بتاعها اللي بتتصنع في مصر هو اللي من 10 سنين، وهي نزلت بره اتغيرت خالص الشكل والمواصفات بقى لها سنتين ثلاثه. هو في بس مواصفات بتختلف يعني عربيات محركات. لا 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 العربيه نفسها كلها اتغيرت. ما في انواع بتنزل مصر، في انواع بتنزل بره ما بتنزلش مصر نهائيا. انت مش كمصنع او بتجمع مش مسموح لك انها تبقى عندك؟ لا انت مش متعاقد عليها. لا انت حسب تعاقدك مع الشركه المصنعه. يعني انت النهارده الشركه المصنعه بتديك خط الانتاج بتاعك، انهي منتج من المنتجات دي؟ ممكن يكون عنده خط انتاج بينتج خمس ست عربيات، هو بيديك واحده بس. وبيدي الحته الثانيه. انا هوضح. انا عندي عربيه نيسان. العربيه النيسان دي اتغيرت بره مصر بقى لها اربع خمس سنين. مظبوط. انتاجها في سنه 23 24 هي نفس القديمه. هو القديم. عشان انت واخد خط واخد يعني انا واخد الصبه دي. واخد متعاقد على كميات. الكميه دي الخط الانتاج ده. متعاقد كميات لازم تخلصها الاول وبعد كده تخش على لازم تخلصها الاول. عشان انت متعاقد عليها، هو بينتجها لك مخصوص ليك انت. ما ينفعش بقى ينتجها لك وانت تقول مش عايزها. فبره شغال في حته وانا باخد انت انتجت عدد معين وانا باخد نفس السلعه دي بنفس سعر الجديده. بالظبط. لان طبعا انت